اهلا بيكم. النهارده اعمل لكم فانوس بالشكل دوت بغرزه جراني. هعمله لكم شكل بسيط خالص. كل اللي هنستخدمه هنستخدم السلك دوت اللي هو بتاع الشبابيك بتاع الناموس عشان يبقى مقوي للوحده بالشكل ده. هنعمل عقده البدايه وهنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طبعا اي خيط عندكم هينفع واي الوان هتنفع. لفه ونعد 1 2 3 في الغرزة الرابعة. هنعمل عمود بلفة. هناخد لفة تاني ونعمل عمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده. هناخد 2 سلسلة وفي نفس الغرزة هنعمل 3 عمود بلفة. اتنين سلسلة وفي نفس الغرزة 3 عمود بلفة. وهنسيب 4 غرزة سلسلة. 1 2 3 في الغرزة الرابعة هنعمل 3 عمود لفة سلسلة في الغرزة الرابعة هنعمل 3 عمود بلفة. سلسلة وهنعمل 1 2 3 4 سلسلة 1 2 3 4 بالشكل ده. هنعمل 1 2 3 في آخر غرزة. هنعمل 1 2 3 2 سلسلة نفس الفراغ 1 2 3 2 سلسلة في نفس الفراغ 1 2 3 وبعدين نعمل سلسلة. وعندي تجمع العواميد هنعمل 3 عمود سلسلة وفي التجمع التاني 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة ومنزلقة بالشكل ده. وهنعمل سلسلة ونقص الخيط بالشكل ده ونحاول نرجعه ورا في أي غرزة. وبعد كده هننضف كل الخيوط دي اهو. اصبح بداية المستطيل الجراني يبان. هنبتدي نشبك الخيط الاحمر. وقفنا هنا
عند ما وقفنا هنسحب الخيط الأحمر وهعمل ربطة بالشكل ده. وهنعمل 3 سلسلة، 2 3، وهنعمل 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2 سلسلة في الفراغ المكون من سلسلتين، هنعمل 1 2 3 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هنعمل 1 2 3 سلسلة، في الفراغ الثاني هنعمل 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 3 سلسلة بالشكل ده. في الفراغ ده، في كل الفراغ هنعمل بالشكل ده، اي فراغ يقابلنا هنعمل 3 عمود بلفة، هنعمل 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، ونخش على الفراغ التاني اللي هو بتاع السلسلتين، هنعمل 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 3، هنعمل سلسلة واحدة في كل فراغ، هنعمل 3 عمود بلفة سلسلة، وهنعمل منطلقة عند أول حشو، وهنقص الخيط ونرجع الخيط ورا بالشكل ده. الفراغ اللي وقفنا عنده هنعمل، هنسحب نفس الحكاية ونربط الخيط ونعمل 1 2 3، 1 2 كده بقى 3 3 عمود. هنعمل سلسلة وهنعمل في الفراغ اللي بعده 3، في أي فراغ هنعمل 3 سلسلة، 3 عمود بلفة سلسلة، لكن في الفراغ المكون من سلسلتين هنعمل 3 سلسلة، 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 3 سلسلة واحدة في الفراغ ده، هنعمل 1 2 3 سلسلة، في الفراغ اللي بعده هنعمل 2 3 سلسلة 2 سلسلة، 1 2 3
ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة سلسلة بالشكل ده. هكرر نفس اللي عملته هنا هنا لغاية لما اعمل منزلق وقص، هعملهم وارجع. كده خلصت الوحدة، هنعمل كده نثبتهم كده ونشد كده لغاية الركنة دي، ونمسك كده ونحاول نلفق بقى كده اهو عشان نثبت الشغل في البلاستيك الشبكة بالشكل ده. ونشد الشغل كده عشان يتظبط مع البلاستيك. بالشكل ده نجيب الركنة دي عند الركنة دي، وبرضو نعمل كده ونثبت كده مرتين عند الركنة ونشد كده بالشكل ده. بالشكل ده بالشكل ده هندير الخيط كده من ورا ونقص، يبقى احنا كده ثبتناها بالشكل ده ماسكة نفسها اهي واقفة، شكلها في منتهى الجمال. هوريكو هعمل ايه. انا شبكت دول بالشكل ده، شبكت خمسة، ودي الستة هعملها كده الظهر في الظهر، اعمل اخدهم قصاد بعض بالشكل ده، احاول كل غرزة وباك الغرزة التانية بالشكل ده. وفي الفراغ ده هنعمل برضو غرزة وبالشكل ده اهو، هعمل كل غرزة وباقي الغرزة التانية بالشكل ده. اخلصها وارجع. كده خلصتها بالشكل ده. بص سلسلة وأدير الخيط كده من جوه
وبرضو الخيط ده هدري برضو نفس الحكاية. بالشكل ده هعمل برضو نفس الحكاية هنا اهو، هشبكها نفس الحكاية وهرجع كده. بعد ما خلصت التشبيك بالشكل ده هبتدي اعمل القاعدة. هعمل في الفراغ مكون من سلسلتين، هعمل كده هعمل في أول عمود هعمل حشو كده 2، في تالت عمود حشو في الفراغ مكون من سلسلة حشو، وفي التلاتة حشو بالشكل ده، وفي الفراغ حشو، وفي التلات عواميد حشو وفي الفراغ اهو. الفراغ ده هعمله بالشكل ده، جمعتهم على بعض، وبعدين في الفراغ حشو والتلات عواميد حشو كده. خلصت السطر زي ما انتوا شايفين، هنقص واعمل منزلقة واداري الخيط. وكده بعد ما خلصت زي ما خلصت من الناحية دي، خلصت من الناحية دي بغرز حشو، هبتدي اعمل القبة والقاعدة. هبتدي اعمل القاعدة اللي من هنا، هعملها نفس المقاس بالظبط في اللي هي في القبة اللي هنا. واحد، نرخرخ ايدينا كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لازم نسيب ايدينا كده في الاول عشان الغرزة ما تبقاش مشدودة في البداية، وبعد كده نشتغل عادي. هنسيب اول غرزة وفي تاني غرزة هنعمل حشو في كله. هخلص الحشو هيبقوا 13 غرزة حشو وارجع. كده خلصت 13 غرزة حشو. هعمل سلسلة وألف الشغل، وهعمل هسيب أول غرزة وفي تاني غرزة اهو بالشكل ده، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 هعمل سلسلة وألف الشغل وأسيب أول غرزة، هسيب أول غرزة وهعمل في التانية هشوف كله هخلصهم وأرجع كده. خلصت السطر على 11 غرزة حشو، هنعمل سلسلة وهسيب أول غرزة وفي التانية هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلسلة، وهنعمل 1 هنسيب أول غرزة زي ما فهمتكم، هنسيب أول غرزة اللي هي جي وهنعمل في جي، واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 سلسلة هنلف الشغل وهنسيب أول غرزة اللي هي جي، في التانية هنعمل 8 هخلص وارجع هنعمل سلسلة نلف الشغل وهنعمل 1 2 3 هخلص سطر كده. خلصت السطر خلصته على 7 غرز حشو، هعمل سلسلة وهقص الخيط، هقص فتلة كبيرة كده عشان هخيط بيها، هوريكوا هعمل ايه. هنسحب انا قصيت 12 بلاستيكة من احنا شفناها بتاع سلك الشبابيك، قصيت كده 12 واحدة 6 فوق 6 تحت وخلصت بالشكل دوت ولفقتهم بالشكل ده. هثبت ازاي بقى اهو، انا طبعا قصيتها بالظبط على قدها بالظبط بالشكل ده، هعمل كده بالشكل ده وهداري كل الخيوط دي بعد كده. نخليها على قدها بالظبط وفي الأركان لازم كده ايه نظبطها كويس. بالشكل ده همشي كده الخيط كده وهقص، والإبرة دي هسحبها كده لجوه الفتلة دي كده وأقصها كده بقوا 12
خلاص خلصنا من جهة، هنعمل جزئية تانية، خمسة مستطيل كده، وهعمل الستة معاكم. هعمل عقدة بداية، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنسيب غرزة، وفي التانية هنعمل حشو، وحشو في كل، هيبقوا 8 غرزة حشو. بالشكل ده هنعمل سلسلة وهنلف الشغل، ومش هنعمل تناقص ولا تزايد، هنعمل سطور ثابتة. بالشكل ده هعمل سلسلة وألف في الشغل. أنا عملت كام سطر؟ 1 2 3 4، ماشي. هعمل سطرين كمان وهرجع كده. خلصت السطرين الثبات، هنقص فتلة طويلة ونسحب بالشكل ده، وقصيت طبعا على قدها بالظبط، وبنفس الطريقة هثبتها. داري الخيط كده، وهسحب كده اقص. هوريكوا طبعا انا هعمل بدول ايه. انا كده خلصت الستة، هنبتدي نعمل القطعة دي. هوريكوا هعمل ايه. هعمل 10، هعمل عقدة البداية، هعمل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنعمل هنسيب أول واحدة، وفي التانية هنعملها حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة. وهعمل 4 أسطر ثبات، هعمل سلسلة وبعدين هعمل تناقص بالشكل ده وأسحبهم، وبعدين هنعمل 1 2 3 4
وبعدين هنعمل تناقص في الاخر برضو بالشكل ده، وهنعمل سلسلة، وهنعمل في اول غرزة 1 2 3 4 5 6 وهعمل سلسلة، وهعمل 4 أسطر تاني ثابت من غير تزايد ولا تناقص، وهرجع كده خلصت 5 أسطر ثابت على 6 غرز حشو. هعمل سلسلة واعمل تناقص من الناحيتين بالشكل ده، وهعمل 1 2 ونعمل اخرانية غرزتين اخرانيين هنعملهم تناقص، وعمل سلسلة 1 2 3 4 سلسلة، وهمشي على 4 غرز حشو، وهعمل 5 أسطر تاني 4 أسطر تاني وارجع. كده خلصت 4 أسطر ثبات على 4 غرز حشو. هعمل سلسلة وهعمل فتلة طويلة واسحبها، وقصيت قطعة بلاستيك زي ما انتوا شايفين، وزي ما عملنا بالظبط هنعمل هثبتها وارجع. كده خلصتها، هزير كده الفتلة في اي مكان، كل ده مش هيبان، وهقصه بالشكل ده. عملت ست هعمل باللون الاسود، هعمل غرزة بداية، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنسيب اول غرزة، وفي تاني غرزة هعمل 1 2 3 4 5 6 7. هنعمل سلسلة بالشكل ده، وهنعمل تزايد 1 2 في أول غرزة، 2 أهو تزايد، وهنعمل 1 2 3 4، يبقى 4 و2 يبقوا 6، وهنعمل تناقص، وهنعمل كده 6 7 8 تزايد هيبقوا 9، يبقوا 7، زودنا واحدة من هنا واحدة من هنا هيبقوا 9 سلسلة، وهنعمل تزايد في أول واحدة يبقى كده 2 3 4 5 6 7 8 9. في آخر غرزة هنعمل تزايد هيبقوا كده 11، هنعمل سلسلة وهنعمل تزايد في أول غرزة كده 2 3 4 5 6
ستة سبعة تمانية تسعة 10 11، وفي آخر غرزة هنعمل 12 13. هنشتغل كده ونعمل سلسلة ونشبكهم كلهم بالشكل ده. خمس غرز حشو بالشكل ده. هعمل سلسلة وأقص الخيط وأسحبه، وكل الخيوط دي هندريها من ورا. هخلص الست وحدات وارجع كده. شبكتهم كل ما ضمتهم كده هو خمس غرز حشو، ودخلت الخيوط كده هوت وقصقصتهم بقى بالشكل دوت. هنعمل برضو، هنعمل نفس الحكاية، هنشبكهم في بعض كده اهو. طبعا البلاستيك طبعا بيبقى عقد شوية، بالشكل ده. هعمل هجمع ستة وستة تاني وارجع لكم بالشكل ده. ضميت كل الأجزاء وجمعتها. الخيوط دي كلها داريها باسترسات، هلزق عليها حاجات كده اهوت بتلمع. من ناحية النهايات دي هعمل عند كل غرزة حشو غرزة حشو، عشان اللون الأسود أنا هعمله مع نفسي. هنا هو هعمل تزايد، يعني في كل ركن هعمل تزايد، لكن ده هعمل في كل غرزة حشو غرزة حشو هعملهم وارجع. حلقة ستاير أكيد عارفين، هعمل ربطة كده حلقة الستاير. طبعا بيبقى فيها هنا دايرة انا قصرتها. اعمل كده اخد الفتلة معايا كده اخلصها كلها غرز حشو كده لغاية لما اداري خالص الحلقة. هخلصهم وارجع بالشكل ده. دريت كل الحلقة. هعمل منزلقة في اول غرزة بالشكل ده. هبتدي بقى
هبتدي اثبتها هنا، هثبتها وارجع بالشكل ده. بالشكل ده خلص الفانوس، لسه هحط له استرسات اداري بيه كل الوصلات الخيوط اللي باينه دي. وكده بعد ما خلصت الفانوس وحطيت له استرسات وحطيت لمبة بسلك كده، انت ممكن تحطوها بطريقتكم. ده من تأليفي طبعا الفانوس، انتوا ممكن تصمموا حاجة احلى من كده كمان، بس لو مشيتوا معايا خطوة بخطوة ان شاء الله هتعرفوا تعملوه واحسن مني كمان بالشكل ده. اهو اهو واللمبة اهي، وكده هتعرفوا تفرحوا ولادكم وتفرحوا احفادكم، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.